أورام المخ الخبيثة من أشرس أنواع السرطانات، وده لأنه أعراضها بتبقى صعبة جدا، واكتشافها عموما بيوصل دايما في مرحلة متأخرة من الحالة، وده بيخلي الموضوع صعب جدا في العلاج. بس مع التطور الكبير اللي احنا بقينا فيه، في علاجات حديثة حاليا لأورام المخ، اللي هيعرفنا ويقول لنا عن العلاجات دي وعن الأورام الدكتور أحمد صلاح الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يا فندم، ممكن حضرتك تقول لنا إيه أحدث العلاجات للأورام الخبيثة في المخ؟ والله يا فندم أنا بشكر حضرتك إنك أثرتي الموضوع الحيوي ده هو علشان خاطر تكون فرصة إننا نوعي الناس بخصوصه. الفكرة إنه العلاج دايماً بيبتدي بالتشخيص السليم والتشخيص المبكر. أنا أحب أطمن الناس إنه أقل من 2% من المواطنين عامة ممكن يتعرضوا لأورام عامة، وأقل من 1% ممكن يتعرضوا لأورام في المخ. معظم الأورام بتصيب الناس فوق ال 40، يعني 80% من أورام المخ بتيجي للناس فوق سن ال 40، فقط 20% بتيجي في الشباب. الأورام دهيت لو إحنا قدرنا نشخصها مبكرًا ممكن نتائجها تكون أحسن بكتير مما الناس تتخيل، يعني ممكن حد يسمع ورم خبيث في المخ يتصور إنه الموضوع 100% سيء، لكن في حالات كتيرة جدًا ممكن تكون النتائج كويسة مع التشخيص المبكر والعلاج. الأورام في المخ الخبيثة نوعين، نوع أساسي بيطلع من خلايا المخ نفسها أو من الخلايا المحيطة بيها، أو نوع ثانوي بيجي من مكان آخر في الجسم زي مثلًا الثدي أو الرئة أو أي مكان آخر يحصل فيه ورم ويبعت أورام ثانوية في المخ. طب إحنا إزاي نشخص الأورام الموجودة في المخ مبكرا؟ لازم الإنسان يبقى متابع صحته. لو ابتدى يشعر بأي أعراض زي مثلا صداع بخواص معينة، إنه يكون مثلا بيجي أكتر بالليل من النهار، إنه يكون مصحوب بزغللة في العينين أو رغبة في القيء أو قيء فعلا أو تشنجات، أو يبتدي يحصل تأثر في بعض وظائف المخ، يعني مثلا تلعثم في الكلام أو تقل في الإيد أو تقل في الرجل أو تأثر في الإحساس أو حتى تدهور في درجة الوعي أو نوبات تشنجات أو نوبات صراعية. كل الأعراض دي لو جت مع الصداع أو من غيره بتدفع الشخص إن هو لازم يروح يستشير طبيب أعصاب. الطبيب هيطلب فحوصات من ضمنها طبعا أشعات على المخ، الرنين المغناطيسي أو بالأشعة المقطعية، علشان خاطر نبتدي نعرف إذا كان في حاجة ولا لأ. لو لقينا الورم في مرحلة مبكرة بتكون نتائج العلاج أفضل بكتير جدا، وإحنا عندنا بدائل مختلفة جدا ومتطورة لعلاج أورام المخ. بعض الأورام ممكن إن هي تتعالج بأدوية وتختفي تماما، يعني في بعض الأورام بيسموها الجوست تيومرز أو الأورام الشبحية، بتاخد زي الليمفوما مثلا في المخ، ياخد كورتيزون الورم يختفي تماما ولا كأنه كان موجود، تعملي أشعة تلاقي أشعة طبيعية. بعض الأورام ممكن انها تحتاج علاج بالجاما نايف، جلسات اشعاع فقط. في بعض الاورام ممكن تحتاج جراحه ثم استكمال بالعلاج الاشعاعي او الكيماوي او الاثنين. بعض الاورام ممكن اننا ناخد حاجه جديده جدا 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 اللي هي الادويه المناعيه، تبقى موجوده اجسام مضاده تهاجم خلايا الورم وتحجمها وتمنعها انها تكبر. احنا سمعنا ان الروبوت دلوقتي بقى يساهم في عمليات الاورام المخ، صح كده ولا ده مش حقيقي؟ بالنسبة للجراحات الروبوتية الموجودة، يعني أكثر دلوقتي في جراحات الحوض وأكثر في جراحات المسالك والأمراض النساء. بالنسبة لنا إحنا في جراحة المخ والأعصاب في تكنولوجيا مختلفة بنستخدمها. إحنا دلوقتي بنستخدم الملاح الجراحي، وهو جهاز بيقدر إن هو يرسم خريطة للمخ، بحيث إن أنا لما أدخل اعمل الجراحه ببقى شايف الصوره قدامي على الاشعه انا فين بالظبط من المراكز الحيويه للمخ اللي حواليا. بنعمل رنين مغناطيسي يقول لنا مراكز الكلام والفكر والحركه وكل الكلام ده موجوده فين، ونقدر نعمل الرنين الملاح المخي الجراحي بحيث ان انا جوه العمليه ابقى شايف موقعي فين من هذه المراكز واقدر اشيل الورم. فده بالنسبه لتكنولوجيا الجراحه. استخدام الروبوت الجراحي في اورام المخ لا زال شديد المحدوديه، والأساس هو الجراح والمايكروسكوب أو المنظار على حسب مكان الورم. أنا بشكر حضرتك جدا على المعلومات دي يا دكتور، ويعني ربنا يشفي كل مريض. حضرتك نورتنا، ودايما هرجع أقول إنه التشخيص المبكر
لأي حاجة في الصحة هي ضمان لسرعة الشفاء.